أدان مجلس النواب المجازر الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق أبناء اليمن، وكذلك تدمير مساكنهم. كما ناقش المجلس مواضيع المرتبات والعديد من القضايا الوطنية. وحدة الصف الوطني وإدانة مجازر العدوان الأخيرة بحق الأبرياء في أرحب وعطان، قضايا ركز عليها مجلس النواب في جلسة برئاسة الشيخ يحيى الرعي. أشهر الحرم التي حرم الله فيها قتل الطير في السماء، وهؤلاء يستعطون أبناء الشعب اليمني بالقتل بطائراتهم وصواريخهم وبوارجهم، فلا نؤمل فيهم ولا نؤمل في مفرقة الدول العربية ولا المنظمات الدولية، الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي يتبع هذه الدول الممولة لهذه المنظمات. مجلس النواب أكد أهمية التزام الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين باعتبار الهم الأكبر للمواطنين في المرحلة الراهنة، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. موضوع المرتبات، الحكومة يا شيخ عبد السلام التزمت بصرف المرتبات، والعيد على الأبواب. طالما وهي قد التزمت يا أخواني، ونحن شهرين ثابتين في هذا المجلس رغم أن هذا الشهر إجازة، يجب على الحكومة أن توفي بما وعدت به. يا أخي، معاش هذه الأيام في هذه الظروف الصعبة الذي بيعانوا منها الموظفين تعتبر قد صدقة، ما عندها شيء حق من حقوق المواطن اليمني أو الموظف اليمني. فنحن نطالب الحكومة بصرف المرتبات قبل العيد. نريد أن نؤكد في المجلس على أن المجلس يهتم بموضوع تماسك الجبهة الداخلية، وندين كل التصرفات التي تنخر في هذه وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها، ونرجو من الجميع أن يعملوا في هذا الاتجاه، وأن يمنعوا بعض التصرفات لبعض الأشخاص وهي تصرفات استفزازية. ولا نريد أن ندخل في التفاصيل إلا إذا ما وجدنا أنه ما فيش هناك أي إجراءات تجاه بعض العناصر التي تستفز الناس في الشوارع دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني. المجلس أكد الاستمرار في الانعقاد للقيام بدوره الدستوري والقانوني في ظل الوضع الاستثنائي لليمن، والحاجة إلى الكثير من الحلول والمعالجات للوضع الداخلي، وبما يعزز من الجبهات الوطنية المقاومة للعدوان ومخططات الرامية لتدمير الوطن وتقسيمه. محمد جميل، اليمن اليوم.